هذا الدكتورة جوزان منصور زين ماما حبيبتي، والدكتورة عبد المجيد سهير أحمد عطية ماما حبيبتي، والكامل العالم كله، وحبيب ملك الملعن الدكتورة عبد المجيد سهير أحمد عطية. أنا قلت لي أنت انشري لي، أنا حي أعملي لي حاجة، انشر القرآن كله أعملي لي وبابا إن شاء الله. يا ماما عزة حضرتك قول كلمي ربنا يعينك قويك إن شاء الله، عينيا دي قبل دي ربنا يعينك أقول لك ربنا يعينك ويقويك وانشر القرآن كله بإذن الله، وانشره ويقويك وإذا هو سعد لما موت، ربنا يديك الصحة وطول عمرك، وانشري برضه بعد ما موت، ربنا يطول عمرك ويبارك فيك وما يحرمش منك يا رب، ربنا يكبر بخاطرك ربنا يعينك ويقويك يا رب. اللي بدأ بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب للصغير والكبير والمتوسط والعالم والجاهل والدكتور كل حاجة هي القرآن إن شاء الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر في المذكر، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. إذا ترتل الكتاب إن شاء الله ترتل، ربنا يعينك ويقويك متحرمش مني إن شاء الله. كل فيديو آية نص آية آية طويلة أسم حسب ربنا ما يعيننا وقوينا وقدر المستطاع ربنا اللي يوقع اعملي بإذن الله اعملي ربنا يعني هنية الاثنين ماما وبابا فعلا وحضرتك فعلا الدكتور جوزة مسوزة وحبيبتي الدكتور عبد المجيد سيد أحمد عطية إن شاء الله. إن شاء الله القرآن يا رب عنا وأنا في الأيام المباركة كلها دي وأيام عايزة الله